الآن إلى فقرة لقطات التي نعرض فيها لصور الفيديو التي تلتقطها عدسات المصورين الهواة أو المحترفين. وللراغبين بالمشاركة طبعا يمكنهم إرسال مساهماتهم دائما على عنواننا المعروف. نشاهد هذه اللقطة، لقطة اليوم التي تصور لنا الحياة البحرية تحت الماء، عدسة المصور خالد حسن زكي من قطر، وهي تصور تلك الكائنات البحرية في قاع الخليج العربي. هذه اللقطات المتميزة حقيقة والتي تحتاج إلى تقنية خاصة، تحتاج أيضا إلى مهارة خاصة جدا، تلتقط لنا استثناء من 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 الصور في قاع الخليج العربي. انضم معنا هنا في الاستديو خالد حسن زكي من قطر، وهو صاحب لقطة اليوم. خالد مقيم في قطر. نعم. صباح الخير اولا. صباح الخير عليك وعلى أسرة البرنامج. سعداء بوجودك معنا، سعداء ايضا انه اولا انت هاوي ولا محترف؟ انا محترف اصلا، مدرب غوص ومصور تحت الماء، لانه لا يمكن ان يصور حقيقة تحت الماء الا مصور محترف. يعني لابد ان هو يكون غواص اولا، زائد انه المفروض يبقى مرتاح شوية تحت الماء علشان ما يزعجش القاع، ما الرمله ممكن ان هي تاثر على وضوح بتاع الصوره. لكن خالد اقصد الاحتراف يكون في الغوص، في عمليه الغوص وتقنياتها، ام في التصوير خاصه كمهاره تحت الماء؟ والله هو لابد الاول ان هو يكون غواص متمكن، خلينا نقول يعني غواص مرتاح، زائد ان هو بعد كده بيبتدي ينزل بكاميرا يبتدي يصور تحت البحر. كيف رايت قاع الخليج العربي؟ وربما من الخلجان التي لم تصور كثيرا يعني. والله قاع الخليج العربي بشكل عام تحت المياه طبعا في منتهى الجمال، مليان حياة بحرية، مليان أسرار، مليان مناظر جميلة. خالد تتحرك بكاميرتك بشكل حقيقة جميل جدا يعني، بشكل على درجة عالية من الاحتراف. التقطت كثير من الكائنات هذه يعني السلحفاة، وأعتقد قبل قليل كانت صور كثيرة جدا. نعم. عادة يعني بشكل مستمر تمارس هذا التصوير؟ نعم. تحت الماء؟ صح. منذ متى؟ من بداية التسعينات في الخليج. من بداية التسعينات في البحر الأحمر شرم الشيخ، وفي الخليج من سنة 2000. جميل جدا. مهارة التصوير أو هواية التصوير متى بدأت معك؟ لماذا تحت الماء تحديدا؟ والله هو أنا من خلال عملي كمدرب غوص حبيت أن أنا أنقل الصورة تحت المية للخارج بدون ما أحركها من مكانها، فلقيت أن التصوير تحت المية بيساعدني. طيب. كتير. خالد، فقط ما الذي تستخدمه من أجهزة التصوير خاصة بالماء بشكل سريع لو سمحت؟ الكاميرا طبعا لابد أن هي تكون مقاومة للضغط، مقاومة للماء، يا اما تركب في صندوق هاوزنج خاص بيها يكون مقاوم للميه او مقاوم للماء. جميل. خالد حسن زكي، شكرا جزيلا لك، شكرا لوجودك معنا، شكرا للقطاتك المتميزه التي شاركت بها معنا هذا اليوم. شكرا جزيلا. مكاتب الجزيره حول العالم. خالد زكي من الدوحة أرسل لنا مجموعة من الصور التقطها في رحلة غوص له في مياه الخليج العربي بمنطقة مسعيد جنوب الدوحة. نشاهد سويا هذه اللقطة. جمال الحياة البحرية في منطقة الخليج العربي.